جدا. احنا هنا عشان نعرض عليكم فرصة العمر. احنا هنا عشان نشارككم فكرة لم يتم تطبيقها من قبل على الإطلاق. لكل القراء نرجع مع افراح العصباني. نعود إليكم مجدداً بعد انتهاء فعاليات جائزة أقرأ التي تنظمها أرامكو السعودية، أكيد إحدى المبادرات الرائعة التي تنظمها طبعاً أرامكو السعودية. معنا الفائز بقارئ العام لهذا العام 2015 عبد الله المشوح، أهلا وسهلا وألف ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكراً لك، الله يعطيك العافية. كيف شعورك وأنت فزت بهذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي؟ أنت حققت الفوز. شعوري صراحة لا يوصف، يعني إلى اللحظة الأخيرة كلنا كنا يعني ما احنا عارفين، المنافسه كانت شديده جدا، الشباب الجميع كلهم شباب والشابات طرحوا افكار رائعه مدهشه. ايضا انتم ما كنتوا حاضرين امس، كان في نقاشات على النصوص مع لجنه التحكيم، كانت شيء مذهل جدا يعني، ويحث الانسان على التواضع انك ترى الاخرين يعني بقدراتهم الرائعه جدا. جميل جدا، انتم ما شاء الله على مدى 6 أشهر ما شاء الله داخلين في ورش عمل وفي لقاءات مختلفه عشان توصلون لهذا المستوى. صحيح. اكيد صحيح. كيف شفت مشاركتك مع ايريد وايش نصيحتك للي قاعدين يشوفونه؟ انصح الجميع طبعا انه يشارك، لان المسابقه يعني مؤثره جدا في حياه كل شخص مر فيها، التجربه مغايره جدا، انت تشوف ناس من كل انحاء المملكه، تشوف ناس تقرأ في كل المواضيع في كل المجالات، تشوف وجهات نظر مغايرة لكل موضوع مر عليك في ذهنك. أيضا القائمين على البرنامج شخصيات استثنائية، من الأستاذ البراء العوهلي الأستاذ طارق خواجي، يعني ما من وين نبدأ وين نخلص يعني. رائع، ألف مبروك والله يعطيك العافية. أنا بسألك سؤال كذا جف ذهني الآن، ماذا بعد؟ أكيد أنت وأنت قاعد في المسابقة قاعد تقول ماذا بعد؟ إيش بسوي يعني؟ أكيد قررت ماذا بعد؟ إيش ناوي؟ ماذا بعد؟ أعتقد كل شيء ممكن الآن، يعني أنا إنسان عاشق للكتابة، أعشق الكتابة كما أحب القراءة، أتمنى أن أكتب، أتمنى أن يكون ما أكتب له قيمة. إذن هنشوف لك منتج إن شاء الله عبد الله قريب. إن شاء الله ممكن. حبيبي الله يعطيك العافية وألف ألف مبروك إن شاء الله وتوصل بالسلامة. فيك الله يعطيك العافية، شاكر ومقدر لك. طيب معنا برضو إحدى المتسابقات في مسابقة أقرأ، طبعا اللي قلنا أنها تضم 6000 مشترك من أنحاء المملكة من المراحل المتوسطة والجامعية والثانوية أيضا. نتعرف باسمك؟ اسمي ندى خالد الغامدي. ندى، ونعم يا ندى. من أي مرحلة يا ندى؟ من المراحل الدراسية. أيوة، أي مرحلة دراسية؟ الثانوية، شاركت على المرحلة. مرحلة الثانوية، جميل. أنت شاركتي طبعا، رشحتي من ضمن 10 مرشحين في هذه الجائزة وشاركتي على المسرح، إيش كانت طبيعة مشاركتك؟ كنت أتكلم عن فكرة معينة واللي هي 3 شروط أعتقد بوجودها في شبكة العلاقات الاجتماعية الناجحة. جميل جميل جميل، كيف شفتي صدى مشاركتك على المسرح وأيضا خلال 6 أشهر هذه اللي شاركتوا فيها في ورش عمل مختلفة؟ أعتقد أن مشاركتي فادتني أنا في المقام الأول، لأنه بداية الملتقى وبداية ما بديت أكتبها مو زي نهايته ومو زي نهاية ما خلصتها، بالإضافة لذلك الأسئلة اللي سألتها ساعدت في أني يعني أفهم فكرتي زيادة، وبالنسبة للجمهور كمان جتني تعليقات عن الفكرة بأنه ألهمت البعض من هذا الكلام، فلقيت صدى جميل يعني. جميل جدا، اذا ان شاء الله مستقبلا هنشوفك كاتبه عظيمه باذن الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه والف الف مبروك، توصلي بالسلامه ان شاء الله. انت من هنا ولا من برا؟ من جده. من جده، توصلي بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب معنا المقدم الجميل ووجه الام بي سي المالوف احمد بعقيل، نرحب فيك احمد. هلا حبيبي هلا. طبعا سعيد اول شيء باللقاء هذا، وسعيد بوجودي في ملتقى جميل زي ملتقى اقرا ومسابقه اقرا. جميل، الله يعطيك العافية، وأنا سعيد بصراحة أني أشوف ابتسامتك الجميلة هذه. اليوم أنت كنت على المسرح، شاركت الملهمين نقدر نقول، إن شاء الله كانوا ملهمين أكيد 10 من الرواد في القراءة في مسابقة أقرأ، كيف شفت هذه المشاركة وأثرها عليك؟ طبعا أنا كنت غير أني كنت مقدم الحفل مسابقة أقرأ، أنا أشوف هذا فخر، بس الفخر الأكبر أني كنت معاهم في ملتقى الإثرائي اللي هو قبل أقرأ، شفت كيف
كانوا يطورون نفسهم بالورش العمل، يطورون نفسهم حتى بوجودهم مع بعض كقراء. ناس جدا أقول لك يا أحمد، جد ناس يعني سبقونا مع أعمارهم صغيرة، سبقونا تفكيرا، سبقونا عقلا، يعني فعلا ألهموني. أنا في كل يوم كنت أروح أنا مستعد للدرس الجديد من أحد الأبطال هذولا. الله جميل، إذن أنت هتغير إن شاء الله مسار حياتك زي ما شفنا في سناب شات، والله وتصير قارئ عظيم. والله أنا ما وعدك بشيء، بس يعني راح أحاول. والله يعطيك العافية على اللقاء، لقاء جميل وتشرف جدا بوجودي هنا. يعطيك ألف عافية، وتوصل بالسلام إن شاء الله راجع أمريكا. أمريكا بعد 10 أيام. موفق في الدراسة. تسلم حبيبي، يلا مع السلامة. معنا الأستاذ عبد الله الحواس، الإعلامي الرائع في المنطقة الشرقية. ما شاء الله أنت مشاركاتك جميلة، سواء على مستوى الأطفال، يمكن نقدر نقول أنتم ما شاء الله مكونين فريق رائع في المنطقة الشرقية وله صدى كبير. أيضا مشاركاتكم في القراءة الإثرائية، يعني أنتم ما شاء الله إثرائيا متواجدين في كل مكان في المنطقة الشرقية. حدثنا عن تجربتك في مسابقة أقرأ. حاضر، يعطيك العافية. أولا جدا سعيد على هذه الاستضافة. للأمانة الحفل ما حضرته، الحفل قاعد من وراء الستيج أطلع واحد واحد من عيالي، أسميهم عيالي. إذا أنت حضرت الكواليس اللي هي أهم. بالضبط، يعني ما أدري إذا كانت أهم أو لا، بس أنه أقصد أنه أنك تعيش مع هذول المجموعة العشرة لمدة أسبوعين، وبعدين كل واحد يصدر ما لديه لدى الجمهور، تحس أنك أنت اللي قاعد توقف على الستيج. فكانت التجربة عاطفية أكثر، تعلقنا فيهم كثير، حتى لما نسلم على أباهم وأمهاتهم قاعد نقول لهم ترى احنا أخذنا داركم فترة من فترات. يا سلام يا سلام، إذا أنت تشوف الموضوع عاطفي جدا. أنت شاعر يا أخي، عطنا شعر. طيب أنت دام سالفك حبيب قلبي. الله يعطيك العافية. عبد الله، أنت إيش مدى تأثيره فعلا عليك، يمكن نقدر نقول في القراءة المنطقة الشرقية تشوفها وصلت لمستوى في هذا، لمستوى وعي في هذه في القراءة نقدر نقول؟ للأمانة في منافسة قوية، مو بس بالشرقية، حتى على مستوى جدة الغربية والرياض. صاير عامل الكتاب أو مفهوم الثقافة منتشر جدا، لدرجة أنك أنت ما تشعر أنه شيء غريب أو شيء مفتعل. صايرة الثقافة منتشرة جدا، لدرجة أنك أنت تشعر أنها أسلوب حياة. جميل، إذا نقدر نقول أن الفعاليات المنظمة بشكل جيد هي اللي تخلينا نسلط الضوء فعلا، ونكتشف أن الناس متعطشة. صحيح، صادق. هو انت ترسم مسار والناس موجودين ويتنافسون. الله يعطيك العافيه، وشكرا لمشاركتك معنا. وما قصر. ممنونك جدا. شكرا لك.